تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد برافو 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 مساء الخير يا أطفال أراكم هايلين بهذا الزي التقليدي هذا شكون اللي يقدر يقول لي ليلة في اليوم 26 من رمضان إلى يوم 27 من رمضان كيفاش نسموا هذاك الليلة هذيك شكون اللي يقدر يقول لي تعال أروح تعال واسمك جعفرية واسمك رياض رياض الله يبارك واسمها ليلة ليلة 27 واسمها ليلة 27 ليلة 27 واسمها شكون اللي يعرف؟ أنا تعرف؟ أسنى تشوف واسمك أنت؟ عادل عادل واسمها؟ عادل عادل ليلة 27 ليلة 27 ثاني شكون اللي يعرف؟ واسمها؟ واسمها ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم إذن وحنا في هذه الفترة ليلة 27 أبينا إلا نديروا مع أطفالنا احتفال خاص راح نستهله بأحسن شيء وهو آيات بينات من ذكر الله الحكيم كاين الطفل عبد الجليل جانا مستولي راح يرتل علينا آيات بينات من ذكر الحكيم تفضل عبد الجليل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أطفال وعليكم السلام تفضل عبد الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس واجد على النار هدى فلما تنودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم شكرا شكرا عبد الجليل شكرا لوليدي يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا يا اطفال في هذه الفتره هذه كما قلنا في ليله القدر حبينا نقولوا النور الهدى الباحثه نتاعنا ديرنا نبدا باش نفهموا هذه ليله القدر وكذلك الاطفال اللي يشوفوا فينا ثاني باش يستفادوا من هذا البحث اذا نرحبوا بهدى يلا نور الهدى مساء الخير يا اطفال اليوم جيت نحكي لكم على ليلة القدر ليلة القدر عند المسلمين هي ليلة في شهر رمضان نزلت فيها أول آيات القرآنية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأول ما نزل منه في تلك الليلة المباركة الخمس آيات من سورة القدر ويلتمسها المسلمين في الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان وهي تعد ذات أهمية عندنا
حيث ورد في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا شكرا للهدى. شكرا. في ليلة 27 حبينا نجيبوا أطفال الختان، وحبينا كذلك نجيبوا وجه معروف هو اللي يواسيهم الحنة. اليوم حبينا تكون معنا خالتي بوعلام اللي هي الفنانة فريدة كريم. نرحبوا بها نرحبوا بها. تفضلي 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 سيدتي. مرحبا بك. مرحبا بك مرحبا بك. وش راكي لاباس؟ ربي يطول عمرك. شكرا وسمحوا لي راني يعني شويه تعبانه. مرحبا بك. صح ما قدرتش ما نجيكش، راك عزيزه علينا. ربي يطول عمرك. بخير عليكم يا اطفال، وش راكم؟ جاي ما يهضروا صفقوا، راكم لاباس. ندير لكم الحنه اليوم. ندير لكم الحنه. هيا داك دوق. تفضلي 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 قعدي تفضلي. يلا احنا اليوم حبينا هذه الفرحة هذه مع خالتي فريدة. راح ادير الحنة للأطفال، وانا حبيت نغني لكم أغنية درتها خاصة بالختان. فوالا هذه الأغنية خاصة بالطهارة. اذا يلا جيبي الحنة. وليدنا مبروك عليه هذه الليله اختنتو. الله الله الله. ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو. بيدنا رسول الله. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه. يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه. يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. وليدنا مبروك عليه هذه الليله اختنتو. الله الله الله. ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو. بيدنا رسول الله. الشدة جات عليه بالطربوش وزيد برنوسو، بالطربوش وزيد برنوسو. كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. ديك الشدة جات عليه بالطربوش وزيد برنوسو، بالطربوش وزيد برنوسو. كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. وليدنا مبروك عليه هذه الليلة اختنتو. الله الله الله. ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو. بيبنا رسول الله. ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد، ربي خلي هاد الوليد. يستروا يحفظوا من عين ربي يبارك فيه ويزيد، ربي يبارك فيه ويزيد. ادعوا له يا الوالدين
ربي خلي هاد الولي ربي خلي هاد الولي يستروا يحفظوا من عين ربي بارك فيه ويزيد ربي بارك فيه ويزيد وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو ليبنا رسول الله بيدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو حبيبنا رسول الله. برافو 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 برافو. يعطيك الصحه ربي يطول عمرك وليدي العزيز ربي يطول عمرك ربي يطول عمرك. واش حبيت تقولوا لهم دوك هذيك يا زيد؟ انا نقول لهم ربي يحفظهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله وبالربح عليكم. وانا نقول لكم مبروك عليكم لدخولكم الاسلام. هذه هي حاجه غدوه ولا العشيه راح يطهروا هادو الدراري صغار. اي طهروا الله يبارك ما سبقنا لكم في الحنه ومن بعد تروحوا فريده وكتقول لنا زعما بقاله يا يما بقاله يوم نهار بقاله مع الربوة تاعي واش عليه؟ قال لك السفينه اللي جات باش نلاقيها بالمسك والعنبر نسقي سواريها بالطعام والتمر نطعم غاشيها نطلب الله العزيز للحج يديها. امين يا رب. امين 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 ربي طول عمرك. شكرا يا زيد. انت فريده شرفتينا شرفتينا ربي يخليك ربي يخليك. رجعتني لزمان خاطر انا ما تنساش يا زيد وليدي انا بديت في جنه الاطفال على هذاك الشيء ما تقدرش تصور الفرحه كيفاش راني فرحانه. الحمد لله وزدت نتايا كي تفكرت الطفل يعطيك صحيحتك. هذا واش نقول لك على خطر الطفل دوكا ولا منسي انت عاودت حييتونا. ربي يحفظك وليدي العزيز. ربي يحفظك ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك. شكرا شكرا شكرا. يا اطفال تحبوا العاب الخفه؟ نعم. اذا يلا كامل نروحوا مع عم مراد اللي جانا من مدينه البليده. يلا
بعد ما دارت لكم خالتي فريده كريم معروفه بخالتي بوعلام الحنه، نقولوا لها يعطيك الصحه اللي زرتينا اليوم يا اخي. شكرا خالتي فريده. اذا يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم اليوم، نحكي لكم حكايه. هذه الحكايه الشيقه هي حكايه النسر والخنفوس. واحد النهار الخنفوس كان يمشي مع الأرنب، كان يمشي قدامه، هو كان يحب هذاك الأرنب، في كل مرة يسقسي عليه شو رجع صديقه. في يوم من الأيام جاء هذاك النسر، هذاك القناص لاقل، ونزل على هذاك الأرنب، هذاك حب يفترسه هكذا، والخنفوس هذاك قعد عليه، لا لا هذا صاحبي خليه، لا لا صاحبي ما سمعلوش هذاك النسر، وخذا هذاك الأرنب هذاك وراح بعد به هكذا وفترسه. قعد هذاك الخنفوس يبكي على صاحبه، يبكي يبكي على صاحبه، قال علاش يا اخي قلت لك لا لا وهذا صاحبي وكامل، ما سمعلوش كامل هذاك النسر. راحت الايام وكامل، وهذاك الخنفوس تبع هذاك النسر وشافوا وين حاط البيض نتاعو في اعلى الشجره. راح بالعقل طلع لهذيك الشجره، طلع لهذيك الشجره، طلع لهذيك الشجره، صاب البيض تاع النسر وانتقم منه وقتلوا ولادو هذوك البيض هذاك وهبط. لما جاء هذاك النسر تفاجأ وجد البيض هذاك قاع مكسر، وجد البيض مكسر وزعف هكذا، قال يا ربي شكون هذا، هذا ما يكون إلا إنسان قوي، هذا سير يكون إنسان قوي وإنسان عنده الطاقة، هذا اللي قدر يطلع فوق الشجرة ويكسر لي ولادي وكامل. سمعوا هذاك الخنفوس قالوا لا لا هذا أنا برك، قالوا برك هذا أنا برك، انتقمت منك لأنك أنت ما حبيتش هذاك النهار وافترس صديقي الأرنب. ومن بعد زعف هذاك النسر ما قدر يدير والو الخنفوس، قال أنا نروح نزيد ولادي لما يكونوا عندي بيض آخر، نروح نزيد نعليه فوق شجرة أعلى هكذاك الخنفوس سير ما يقدرش يلحق له. وراح وضع هذاك البيض تاعو فوق اعلى شجره. ومن بعد هذاك الخنفوس طلع طلع بلعقل 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 حتى لحق لهذاك البيض وكسره له ثاني. ومن بعد جا النسر قال يا ربي شكون هذا اللي كسر لي البيض هذا وقتل لي ولادي، هذا شكون، هذا سير يكون انسان قوي وكبير باش يقدر يلحق لهنايا. بعد الخنفوس سمعوه قالوا لا لا هذا انا برك راني ننتقم منك لانك انت افترست صديقي. عمو يزيد تسمى الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية، يجب علينا أن لا نستهين بمشاعر الآخرين مهما كان شكلهم. بالضبط، بوبي عنده حكم جميلة. برافو 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 برافو. تعالي 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 بنتي، روحي روحي عندي. بوبي عنده حكم جميلة، حكم جميلة. إذن ما لازمناش نحقره بالعين، الحقرة بالعين مش مليحة يا أطفال. إذن لا يجب أن نستهين، لا يجب أن نستهين بالغير يا أخي. برافو 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 برافو. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ كي تعاونوا إماكم في شهر رمضان المبارك ولا خارج شهر رمضان في الكوزينة، واش ديروا؟ واش طيبوا؟ شكون اللي يدير لك شي حاجة في الكوزينة؟ واش دير أنت؟ طيب تكتوكا. طيب شكشوكة؟ ايه برافو 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 برافو. نجو ناكلو شكشوكة يا اخي. تي طيبي في رمضان؟ ولا تغسلي معن برك؟ طيب. واش ديري؟ رشتة. برافو، على بالكم علاش؟ لأنه اليوم طلبنا من ياسمين وياسمين باش يديروا لنا طبق تحلية، راح نشوفوه واش هو هذا الطبق. تفضلوا تفضلوا ياسمين. مساء الخير ياسمين. بمناسبة ليلة القدر المصادفة لليلة 27 من رمضان، ديت لكم تحلية سهلة ولذيذة في نفس الوقت، إن شاء الله تنال إعجابكم. يلا ننتبهوا، أعطينا المقاييس. مقادير: نص ريت الحليب رامي، أوكي، ربع حبات بيض، دو كويغا سوب تاع نشا، اون كويغا كافي تاع لافاني، نص كاس سكر تاع
نص كاس سكر. اوكي. واش اسمه؟ واش هو؟ كراميل. اغوم هذا. داكور كراميل. قرعمه. باش نديرو. داكور. قرعمه صغيره. نعم اعطي لك صغيره. اوكي. تحت. قابلة قابلة. دوك نبداو نخلطوا في ال. نعم. نبداو. الساشي هذاك ما تحتاجوش هبطيه لتحت. تاع بيروكي. ها؟ تاع بيروكي. اوكي نبداو نخلطوا دركا باش نبداو. نبداو بالحليب. نص لتر قلنا. نعم. اوكي. إذا نص لتر يا أطفال اللي يحبوا يعاونوا ماماهم ولا باباهم. نص لتر تاع حليب. اوكي. داكور. واش الآخر؟ نديرو ربع حبات بيض. ربع حبات بيض. يلا. عاوني ها عاوني. واش أنت ديري؟ جيتي تاكلي برك. تقطعوني واش ديري انت تخلطي تحت عاونيها في البيض يلا فوالا هكذاك ارمي من تحت تركين هنا بزاف اللي قالوا حنا ناكلوا برك اه صح اه تقدري تقدري بنتي عمو تحطوا دوك فيا السوب تاع اوكي درنا الحليب درنا البيض نعم دركا نديرو المايزينا المايزينا دو كويير لاسوب زوج مغارف كبار يلا ونص كاس سكر نص كاس سكر نديروه ثاني و اون كويير كافي تاع لافاني فوالا مغرف صغيره تاع لافاني شفتو هاي يلا واش نديرهم دركا دركا نخلطوهم باش فوي بالفوي داكور هلا معليش معليش فاصون الاطفال كي يديروا الكوزينه دائما هكذا فرصة ماما لازمها تكون في الكوزينه يلا ودي جيتي تاكلي واش عندك ما ديري واش راح ديري قولي لي واش راح ديري عاونها فاش فاش تعاوني؟ في الطياب. في الطياب، والماكلة الثانية؟ لا لا، ما تاكليش؟ تاكلي. المهم نحطوها على نار هادية، نحركوها، ما نخليوهاش حتى تعقد. أوكي، نحطوها على نار هادية وما نخليوهاش حتى تعقد. حتى تعقد، نعم. أوكي. باش تشدي. حطي. نحكمو كراميل، أعطي لي هذيك الأخرى. نحطوا الكراميل دخلوا ونحطوها من الفوق اوكي هكا وندخلوها في الفرن لمده ساعه ندخلوها في الفرن لمده ساعه ودرجه الحراره 180 درجه 180 اوكي ولا 45 عطي العمو يا زيد ديرها صح عطي لك اش بابي ولا كي خرجوها من الفرن تكون بهذا الشكل داكور 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 تكون بهذا الشكل تري بيان برافو وكي نقلبوها نوضي 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 كي نقلبوها تكون بهذا الشكل تولي هكذا هايلة هايلة دوق عمو يا زيد هايلة هايلة نعم هايلة راني صايم بصح راح نديها معايا ان شاء الله نديها معايا ان شاء الله العشية هذي ناكلها مور الفطور في السحور ان شاء الله يا اخي شكرا سي برافو برافو بنتي برافو 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 اذا تصفيق عليهم تصفيق عليهم برافو 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 واسمك بنتي ليسا عيسى ها ليسا عيسى واش عندك في يدك بنتي واش هو هذا بس نشوف هذا بوستر تاع مو يزيد تاع ارى افضل لادرس احسن واش راكي كاتبه فيه هدية لعمو يزيد هكذا تقرايها ولا نقراها انا تقرايها انت ولا انا تقراها انا يلا هذه مكتوب فيها هدية لعمو يزيد اسرع اسرع حان الموعد لنلتقي بكل شوق وود عمو يزيد موعد كل اسبوع موعد كل اسبوع يتجدد تحلو فيه الاغاني والاناشيد فغنوا معنا يا أطفال نغما عذبا معه الحزن يتبدل ويكون يومكم ممتع وسعيد
حلقوا في رحاب السماء وابتهجوا كلما كانت العصافير تغرد. هيا يا طفلي الصغير لنسافر في نزهة مليئة بالجديد، نلبس فيها أحلى الثياب كأنها يوم عيد، الفرحة تاجك وعمرك المديد، وأنفاسك العطرة تورق بالورود، وضحكاتك البريئة تمتعنا بأذب الألحان وأجمل النغمات. فدمت وفيا لموعدك مع عمو يزيد كوفاء الطير الغريض لعشه السعيد. واو، برافو برافو بنتي، برافو، شكرا بنتي، شكرا، يعطيك الصحة بنتي. يلا تفضلي مكانك، غادي نخبيها أنايا. يلا واشن، تعال عبد الجليل، تعال ارجعوا لأماكنكم. يلا عبد الجليل، قال لك واحد النهار واحد طفلة شرت جات قرعه جوس، شرت قرعه جوس صغيره، باك قال لك كي بدات تشرب فيها ما كانت حست شغل العجوزه كانت موراها، باك وصلت للدار لقاتها هذيك العجوزه لقاتها قدام الباب، من بعد هذيك الطفله دخلت لدارها، من بعد عيطت ليماها، من بعد يماها خرجت لهذيك العجوزه ماك قالت لها واش حبيتي من بنتي، قالت لها لا حبيت نهضر مع هذيك الطفله، من بعدك هذيك المراه عيطت لابوليس، من بعدك هذيك العجوزه كي ربطوها جابوا هذيك طفله صغيره، من بعدك قالوا لها ماك قالت لها هذيك العجوزه قالت لها واش حبيتي مني، قالت لها لا حبيت باك نعرف ديك الباطاجي كملتيها باش نطرطقها. برافو 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 برافو، ثقه يا اطفال. ما هو الشيء الذي لا يبتل إذا دخل الماء؟ استنوا نبدأ بهذا. واسمك؟ يونس. يونس، وش هو الجواب؟ سفينة. سفينة، لا تبتل السفينة كي تدخل الماء. يلا عبد الجليل. الظل. الظل ممكن. ظل. الظل. وش هو ظل؟ قول لنا. ضوء. الضوء. الضوء هو الذي لا يبتل إذا دخل الماء. يا أخي أعطيني الكادو تحت الشبة هذه. أعطيني الهدية. علاش ما عرفتوش أنت؟ إذن أحلام عمو يزيد يهدي لك سيدي مدرستي وكذلك قبعة حمراء مع عمو يزيد تقيك من أشعة الشمس الضارة. الله يبارك، عندك زوج أعطي له واحدة، اختر شاطرة شاطرة أحلام، شاطرة شاطرة. إذن اليوم يا أطفال كالمعتاد عندنا عيد ميلاد محمد وسيم 4 سنوات. يلا تفضل محمد وسيم. محمد وسيم تعال 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 تعال، احنا رايحين نغنوا لك عيد ميلادك سعيد. محمد هيا هاني هنا، عيد ميلادك سعيد، واش تقول لهم؟ قول لهم في الميكرو حاجه. هاك واش حبيت؟ فوالا يلا نغنوا له عيد ميلادك سعيد، واصدقائنا يجيبوا له الكادو. يلا يلا يلا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها،
باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو. إذن وسيم أربعة ثلاثة زوج واحد طفي الشمعة وسيم طفي برافو. إذن وسيم قطعنا الجاتو ونعطوله هاد الشهادة هذه هاد الشهادة هذه اللي شهادة المشاركة في حصة مع عمو يزيد اللي كل طفل هنايا راح يتلقاها لما تخرج وتسيبوها وجدة. إذن هذه تاع وسيم عطوها له عطوها الوسيم وانا نبقى لي الى نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد